متابعينا في السعودية، أسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة لكن باردة بشكل عام. المرتفع الجوي السيبيري مستمر بالتأثير على عموم منطقات الجزيرة العربية. هذه الأجواء الباردة يتوقع أن تتراجع شدتها خلال الأيام القادمة. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذا النشر ستكون حول الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، لكن مع بقاء الطقس شديد البرودة خاصة خلال ساعات الليل، ودرجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها خاصة خلال النصف الأخير من هذا الأسبوع في المنطقة الوسطى والشرقية. نبقى نتحدث عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة، تحديدا من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء. تبقى المنطقة الشمالية تحت تأثير كتلة هوائية باردة، أجواء باردة نسبيا خلال ساعات النهار لكن شديدة البرودة خلال ساعات الليل. يتشكل الصقيع والجليد في العديد من المناطق خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك. باقي مناطق المملكة تشهد أجواء باردة نسبيا يوم الاثنين، لكن يوم الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مع بدء لهبوب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية دافئة المصدر تعمل على ارتفاع في درجات الحرارة، وبالتالي يصبح الطقس مائل للدفء في العديد من المناطق. يكون حار نسبيا فوق السواحل المطلة على البحر الأحمر، ويصبح حار نسبيا أيضا على السواحل المطلة على الخليج العربي خلال نهاية الأسبوع القادم. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسوء الطقس مستقر، طقس صافي بشكل عام، 10 درجات مئوية الملموسة، 9 رطوبة منخفضة، والرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. درجات الحرارة ستعرف ارتفاعات متتالية. يوم الاثنين تسجل 22 إلى 12، يوم الثلاثاء 23 إلى 12، ويوم الأربعاء المزيد من الارتفاع وطقس صافي 24 إلى 14 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.